غالية ولكن المليح بالثمن والقبيح بالثمن بين. أما الفروي الديسير كيبان لي الثمن ديالو زوين، الثمن مناسب. كاكي 10 دراهم، بنان 160، رمان 100 درهم، بانداليا 6 درهم، ماشي هنا اللي ساوي. كتلقى اللي هي دايرة الثمن، فهمتيني؟ وهما الدراري تيزيدوا درهم جوج درهم على السوق باش يجيب حاجة زوينة. هو كاين واحد ارتفاع طفيف بالنسبة للخضر، ولكن الفواكه موجودة بوفرة. ولكن المشكلة ماشي في الأثمنة أخي، المشكلة في القدرة الشرائية ديال المواطن. بالله عليك أخي، كاين بنادم اللي ما قرقبش 8 شهور لا شغل ولا مشغلة، كيفاش غيشري تا بصلة؟ فما بالك بالفواكه. وحنا كناشدوا المسؤولين في هذه البلاد هذه باش يحاولوا يدعموا الناس شوية. وتناول البطاطا 100 درهم، الخيار 100، الفلفل والدنجال 60 ريال، خيزو 70، مطيشة 100، بصلة 70، قرا حمراء 120. ديما فما كنمشيو حنا للسوق الخضر ديما غلا، ديما الغلا، ديما الارتفاع، ديما الارتفاع. دابا حنا مع هاد دابا مع هاد الوباء ديال كورونا، حنا الله يحسن العوان. دابا هما حيدوا ديال التضامن، حيدوا بزاف ديال الحوايج، حيدوا بزاف ديال الخدامي، ارتفاع ديال المرض، ارتفاع ديال كلشي، وارتفاع حتى ديال الخضره. حنا بغينا واحد الحاجه اللي نستاهلوه، ديروا شي حل، ديروا حنا ثمن باش حتى حنا نبيعوا، حتى حنا نبيعوا ونشريوا، حتى حنا الناس يعيشوا، حيت الضعفاء هما اللي كياكلوا الدق. السوق هو هذاك عندنا خويا، اثمنه ما هذوك، الاحتكار كاين في السوق، سوق الجمله. سوق الجمله وفين كاين الاحتكار؟ انا نعطيك المثال بار اكزومبل، في عيد الكبير كتكون السلعه رخيصه، اش كيشدوها؟ كيحتكروها، كيخجيوها في الكونجيلاتور، في الفريكو، حتى كتبقى العيد الكبير يومين عاد باش كيخرجوها. المون كيتباع ب 30 درهم،